يعني حقد ومو بس صغيرة حقد وسوالف. ترى أكو غيرة بنات أذت بنات وخربت مصير. إيه بالمستقبل إيه صح صح. بكل شيء. وأذت هواية. إيه إيه. يعني جاية صايرة بيكون غيرانة على بنية مثلاً؟ لا أبداً. حسيت إنه مثلاً أكو بنية مثلاً وياك بالدراسة تتغار منك؟ إيه أكيد نجاح من نجاح يغارون. ولا تنسي الموضوع مثلاً بنية طريقة لبسها اهتمامها بروحها. هو البنات بصورة عامة يغارن من بعض. رأيك شنو سببه؟ شنو سببه؟ والله ما أعرف. يعني يعني مرات يكون ما عندها ثقة بنفسها فلذلك الامور والتوازن يمها يخرب. اي اي طيب واللي عنده ثقه بنفسه يعني ما تغار اكيد اكيد. زين يعني انت مره صارت لك مشكله بسبب الغيره؟ لا ان شاء الله ما تصير. ما جربتي في اليوم مثلا بدراسه او كلبس او والله كلبس ودراسه وكل شيء يعني غيره موجوده قلت لك بكل مكان. حسسوك بهذا الشيء او بالبولتش اكيد يعني كلبس ومثلا منصب وهيك شغلات اكيد يعني واجهتك. غيره محدود. الله يبعد عنك الغيره يا رب.